اهلا بيكم في حلقه جديده من القلب الكبير. اولا كل سنه وانتم طيبين، ناس بتعيد الحب. ثانيا احنا غيرنا ميعاد البرنامج من الساعه 12 بقى الساعه 3، ده نظرا لكتير قوي جت عايزين يغيروا ميعاد البرنامج عشان يعرفوا يتفرجوا عليه. تاني حاجه عايزه اقولها، جت مشاكل كتيره قوي على صفحه البرنامج الفيسبوك، بس مشاكل يا جماعة ما ينفعش نطلعها، يعني مشاكل ما ينفعش تطلع على الإعلام خالص، فياريت تنقوا المشاكل بتاعتكم بس علشان نساعدكم، نقدر نساعدكم ونحلها لكم. هنبدأ بقى فقراتنا النهاردة، وهنبدأ بفقرة المطبخ سريعا كده، لأن فقرة المطبخ معانا المرة اللي فاتت اتظلمت، فقلنا المرة دي لأ نعوض بقى ونبدأها. معانا شيف محمد، ازيك؟ اهلا بحضرتك، ازيك؟ ومعانا شيف اسماء. اهلا اهلا بيكم. قولوا لي بقى النهارده هنقدم ايه؟ قلت لي يا شيف اسماء هنقدم حاجه سريعه كده بمناسبه عيد الحب، بحيث ان اي واحده تدخل المطبخ ما تاخدش في ايديها حاجه. تمام، هنعمل شاورما بصدور الفراخ. اوكي. عاده هي بتتعمل بالفراخ، بناخد وقت كتير في سلق الفراخ وكده. احنا بنقدمها بالصدور، ابسط حاجه. تمام. ما بتاخدش 10 دقائق. فراخ، بصل، طماطم، فلفل، بقدونس، وخل، والتوابل ملح وفلفل وبهارات. ملح وفلفل وبهارات. مش هتاخد وقت؟ لا لا خالص. طيب خالص. اوكي. قولي شيف محمد بقى، منك خبره بقى في مجال المطبخ، الاكله دي ممكن يتعمل منها كذا اكله ثانيه، يطلع منها كذا ايه بقى؟ بالظبط. زي هديك ايه؟ هو الشاورما معروفه طبعا، هي ممكن تبقى طبق، ممكن تبقى ساندوتش، ممكن لو حطينا معاها اضافات ثانيه ممكن تبقى فاهيتا. يعني الصدور الفراخ او الفراخ الفليه ممكن نطلع منها كذا اكله. كذا اكله. بالظبط كده. طيب انا بعملها عامه فتت الشاورما. بالظبط. مش عايز اقولك بتبقى خطيره خطيره وما بتاخدش اي وقت مني خالص في البيت، مجرد يعني ربع ساعه. طيب انت تنصحينا بقى الفراخ بعد ما نقطعها كده نحط لها التوابل ونشيلها شويه زي البانيه وكده، ولا نستكفى بس؟ لو اتحط التوابل بطريقه مظبوطه، يعني في ناس بتخاف تحط التوابل. هي الفكره ان هو حط التوابل لازم يكون بطريقه صح، انه انا لا احط كتير قوي ولا احط قليل، لازم احط مظبوط. اوكي، ده الطبق الرئيسي بتاعنا. وهنقدم ايه تاني؟ هنقدم رول السينابون بالقرفه. جميلة. والتوست بموت فيه ده. بس بالتوست بقى. اسهل حاجه، اسهل حاجه، وما تاخدش وقت. اقطع التوست وافرده واحط الشوكولاته اي نوع عندي والفه، وعلى طول بعمل له كده بيض وسكر ونحط عليه فانيليا. هنشوف الطريقه بقى. يلا نبدا بقى كده. اوكي اتفضلي. حطينا، هنحط الزبده. الزبده الاول. تمام. بعدين هننزل البصل. كل واحد بقى براحته، ممكن يحط زبده، ممكن يحط زيت. على حسب يعني، ومش كتير. مش كتير. الزبده بتدي تست احسن، تست اعلى. بالظبط كده. بس الزبده لما بتحط لوحدها، بس انت لحقتي على طول حطيتي البصل. بس انا اعرف الزبده لما بتحط لوحدها ممكن بتتحرق، صح؟ تقليبه بسيطه. تقليبه بسيطه خالص. وبعدين هنزل بالخل. يبقى فيها سنة زيت بسيطة علشان ما تتحرقش. بعدين هحط عليه فلفل اسود وملح. والبهارات. بهارات مشكلة، صح؟ بهارات فراخ مشكلة. او سبع او سبع بهارات. وبديله تقريبا. طب ايه السبع بهارات دي؟ يعني بنسمعها كتير كتير قوي، عايزين نفهمها ايه دي. هي بتبقى مجموعه بهارات، هي بتبقى في الاصل بتبقى سبع بهارات هندي. تمام. بيبقى داخل معاه الفلفل والحاجات اللي بتبقى سبايسي شويه زي الجنزبيل، والثوم الباودر والبصل باودر. بالظبط كده. بس احنا ممكن نعملها، يعني السبع بهارات دي ممكن احنا نشكلها على مزاجنا. احنا عايزين نحط ايه في الاكل. انا بروح دلوقتي بقول له عايز السبع بهارات، بيديني على طول. ممكن الناس ما بتحبش. بالظبط. بس ممكن هي بتبقى اكتر حاجه فيها سبايسي. فممكن الناس ما بتبقاش حابه. بالظبط كده. ممكن اقول له هي شيل حاجه وحط لي حاجه ثانيه. هو الاكل الهندي معروف ان هو سبايسي طبعا، بالتوابل الجامده. التوابل الجامده. تصدقوا ما خدتش وقت خلاص. البصل خلاص. هنحط الفلفل اخر حاجه خالص. الطماطم ليه؟ علشان ما تتهريش. بالظبط كده.
بننزل جميل. الفراخ وبهاراتها بسيطه خالص جدا يعني. انا مش عايزه اقول لك انا لما بعملها بقى بحط ملح وفلفل وفلفل بابريكا وثوم وزعتر، مش عايزه يعني بشكل بهارات عندي، بحب البهارات جدا في الاكل. هي حلوه على فكره في مفيده جدا الاكل بهارات يعني الاكل بهارات، كل واحد بقى كل بيت بيختلف عن التاني بالزبط. في موضوع البهارات دي خلاص هي هتاخد 7 دقايق بالظبط عشان خلاص. نضمن قولي لي شيف اسماء خبرتك قد ايه بقى في مجال الاكل؟ 7 سنين او 8 سنين. 7 سنين كتير قوي. بتحبي هوايه صح ولا دراسه؟ لا لا هوايه وبحاول بقى ان انا اثقف نفسي يعني معلومات وحاجات كده حاجه، بس هي الموهبه ان انا باكل حاجه مثلا في مطعم لازم اروح انفذها بالظبط. يعني لازم على الاقل توفري، هتوفري في البيت يعني مش هتضطري ان انت تطلعي بره تاني توفري. لا شيف محمد احنا تعرفنا على الخبره بتاعته المره اللي فاتت. شيف محمد من اسكندريه معروف قوي هناك. احنا خلاص تمام. هو البوتاجاز واطي ولا ده واطي؟ انا حسيت هو كان عالي جدا قبل ما نطلع هوا ودلوقتي احنا خلاص انا عليه. هي مش هتاخد وقت خالص يعني هي خلاص خلصت تمام. واخر حاجه خالص بقى بنحط البقدونس. تمام ماشي. وحتى التوست مش هياخد وقت مننا برضو لا مش هياخد وقت خالص. انا بحب الاكلات السريعه دي. أيوة. اللي انا ادخل المطبخ ما اشيلش هم انا هعمل ايه. الفراخ الفلي دي موجوده في كل الفريزرز عندنا تطلعي والفلفل والبصل اساسي والطماطم اساسي يعني وجبه اهي مش محتاجه اي خالص وقت مننا ولا مجهود ولا لسه هتنقعي الفراخ ولا القصص دي خالص ولا يعني. اي حاجه. في اكلات كتير جدا بصدور احنا الفراخ. بقى هنا بندور في البرنامج على الاكلات دي والاكلات الصحيه عشان نفيد كل الساده المشاهدين. عندنا الست بتبقى جايه من شغلها مش طايقه تدخل للبيت، مش عايزه اقول لك عشان المطبخ يعني بسبب المطبخ، فاحنا عايزين نوفر لها هنا بقى في البرنامج الاكلات السهله اللي تشوفها وتروح تطبقها على طول، ما يبقاش عندها ايه حته مشكلة أو انا هاكل ايه النهارده. ايوه صح. اللي في كل بيت مصري دي انا هاكل ايه النهارده. هي خلاص اهي هو زي ما قلت لحضرتك هي الفيليه فريخ ده ممكن نطلع منه كذا اكله كذا كتير. كذا طبق. كتير. جميله جميله يا اسماء. تسلم ايدك. ما خدتش وقت خالص يا جماعه يعني هي ممكن ايه تتسبع على النار كمان 5 دقايق كده وخلاص وخلاص على كده. هتحطي البقدونس في الاخر بقى. تمام. خلاص كده كده خلاص. هي ممكن تتقدم كده ما يعني بس احنا النهارده تغيير هنقدمها في عيش التورتيلا. ماشي تغيير زي بقى كل واحد بقى براحته عايز يقدمها كده عايز يعملها سندوتشات براحته. في ناس بتحط عليها زي ما انت قلتي تعمل رز وتحمص عيش ورز وبحط بقى الطبقه كده من فوق تبقى جميله بصراحه وبتشبع بالظبط. وفي السوري طبعا صوص المايونيز ده اكيد صوص المايونيز. عايزين مره شيف محمد نعمل جات لي سؤال عن التوميه. في ناس كتيره مش عارفه تظبط التوميه عايزين نعرف. سهله جدا على فكره. طب لو كده قولها لنا كده يعني لغايه ما نعملها عملي صوص التوميه بتعمل ازاي. بصي حضرتك هو في ناس بتعمله بنوعين. تمام. في ناس بتعمله مايونيز خالص وبيتحط معاها التوم المفروم مع الملح والفلفل الابيض وسنه بسيطه من اي حامض خل او حامض. تمام. وفي ناس او اكتر المحلات بتعملها بالبطاطس. بالبطاطس. عشان بتربط وعشان بتوفر برضو. الريحه وصلت لي لغايه. جميلة جميلة وسهلة عجباني يعني. وانا بحب افنن بقى في البانيه ده اجيبه واقعد افنن بقى كده فيه وكفتة فراخ اعمله احشي نفسه سيش كباب كله. لا 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 يعني ليه طرق كتيرة قوي وسهلة. وعادة اكترية الناس بتحبه في المكرونات والوايت صوص. الوايت صوص ده موضوع تاني. ده عيش الوايت صوص ده خالص يعني. حضرتك كمان في مطاعم قايمه على الفيليه بجد. بس يعني اللي هو مثلا قبل ما يتقطع ممكن لو هو
شرايح كده بيتحط على الجريل او في الطاسه، ممكن اوكي بس بيتمكس باي صوص عندي، تمام. بيطلع منه كذا ايتم يعني، ممكن تشيكن صوص كاري، تشيكن صوص حلو مشروم، حاجات كده كتير. كده خلاص؟ اه انا كده. هنغرفها ولا لسه؟ لا احنا خلاص؟ هنعمل الساندوتش على طول. طيب اوكي، طيب ماشي. سيبكم بقى تعملوا الساندوتش ونشوف النتيجه في الاخر. اوكي تمام، وهنكمل الفقرات بتاعتنا. تمام تمام. عايزه الساندوتش بقى حلو كده ان شاء الله. ورجعنا من الفاصل ودخلنا تاني على فقرة المطبخ بعد ما خلصنا الفقرات بتاعتنا، ونشوف بقى عملتوا ايه بقى. احنا خلصنا الشاورما وحطيناها في العيش. وحطيناها في العيش، وابتدينا بقى نقطع حروف التوست كده ونفردها. خلاص فردناها بالمشاوي. فردناها وبعدين هنحط فيها الشوكولاتة كده. حاجة سهلة كده وخفيفة وحاجة حلوة يعني للبيت. وهنا حطينا بيضتين ولبن وقرفه وفانيليا. بيضتين ولبن وقرفه ونص وفانيليا، ونص كوبايه لبن وفانيليا وربع معلقه قرفه. تمام خلاص. وهنبتدي هنحط برضو دي بقى لازم زبده كده كده، دي شوكولاته يعني خلاص لازم بقى زبده. عشان الناس بتاعت الدايت هتقول زبده. لا دايت ايه بقى، شوكولاته وتوست و هنحط خالص دايت. الاكله دي ما فيهاش دايت طبعا يعني. دايت ايه؟ خلاص نبتدي بقى ناخد واحده واحده. بصي دي حاجه كده بالشكل ده. بتتلف كده. ايوه بتتلف. بنحطها بقى سريعا في البيض واللبن والقرفه. ليه؟ لان احنا لو ما حطيناش المراحل دي سريعا هتبوش. هتبوش. فبنسقط كده. العين عندك سخنه؟ تمام. هي بقى حلو الميزه قوي. فيها ان هي ما نحسش بطعم التوست. اللي يقول لا يا ايه ده ازاي توست، لا مش هو هتحسي بطعم التوست بالظبط، هو ملوش طعم خالص، مش ظاهر طعمه. انا عايزه اعرف بس سخنه ولا مش سخنه. انا بس عايزاها هاديه عشان انا اقلب براحتي. تمام تمام كده. حلوه كده لما تقعدوا كده مع نفسنا كده ونقعد نخترع في اكلات. تبقى جميله وبالعلمك بتطلع حلوه. بس غير الاكلات التقليديه اللي احنا عملناها، الخضار والرز والفراخ والسلطه الروتينيه. لا احنا ناس لما كتيره بنفتكر جدا كده ما بتحبش الاكل التقليدي. هو التغيير مطلوب. التغيير التغيير مطلوب للولاد وللبيت عامه، بدل ما نطلع ناكل بره الاكل الجديد ده، لا نعمله في البيت وهيوفر لنا كتير. هي محتاجه معلقه زبده تاني؟ لا لا، هي التعامل معاها لازم يكون بالراحه جدا. ليه؟ لانها تتقطع. تتقطع اكتر من كده؟ لا يا دوبك يعني الحته دي. عايزين بس يا دوبك. عايزه ايه؟ نعلي النار. علي النار. تمام. حلو. هتبتدي تحمر بقى. هتاخد لون تحت وفوق. وكده هتبقى يعني تقريبا اتحمرت. كتر لنا الزبده شويه كده، خلي يبقى في زبده كده، مش حاسه ان في كتر الزبده. دايت ايه بقى؟ مفيش دايت خلاص. لا خلاص دايت ده منتهي يعني. لا خلاص. دايت ايه؟ ايوه كده يعني. دي حلو، يبقى لازم فيها زبده كتير كده. ريحه القرفه دلوقتي. جميله. هي ممكن تتعمل على فكره، نحط جواها فراوله مع الشوكولاته او موز، بس في الحاله دي مش هنحط هنا، مش هيبقى فيه بيض بقى، مش هنحط قرفه. كده مش هنحط قرفه. هنحط موز او فراوله. حلوه برضو القرفه مع الموز. حلوه برضو يعني. انا بعمل الابل باي دي، بحطها الموز والقرفه، بتبقى طعمها جميل. بتبقى طعمها في ناس مش بتحب يعني الطعمين. لا انا شخصيا بحبها. طب بحب جدا يبقى الموز موز وقرفه. مع الابل باي بتبقى رهيبه. طب احنا مش مفيده طبعا يعني. النار دي عليت، عايزين شويه. شوف كده يا محمد بعد اذنك النار. شايفه الزبده بقى لما ساحت فيها الحاجه كده تحسي بتاكلي يعني. ها
ما بتاخدش وقت عامه اه لا هي خلاص كده خلصت يعني. اه هي خلاص كده خلصت، بعد ما هتخرج هنرش عليها سكر بودره. سكر بودره. اه طب يلا وكده هي خلاص خلصت. اي زوايد بيض بنشيلها على جنب. اه قولي لي بقى اسماء احتفلتي بعيد الحب ازاي؟ في البيت. في البيت، مع ان معظم المصريين كانوا قاعدين على الفيسبوك يعملوا بوسترات وكده. وانت ازاي برضه؟ في الشغل. في الشغل بتحتفل بعيد الحب في الشغل؟ اه انا كنت قاعده بقى ايه بتفرج برضه على الناس دي على البوسترات كده اللي بينزلوها عيد الحب. اصل مش عيد الحب يعني مش يوم، ده المفروض يعني اه مش يوم، المفروض طول الوقت فعلا، طول الوقت كده ناس كده تحب بعضها وتشيل الحقد والغل اللي جواها دي، هنبقى حلوه قوي زي الفل والله. ايوه صح فعلا. الريحه طلعت قوي قوي بتاع القرفه. وهيبتدي بقى شكل التوست، مش هياخد شكل التوست، هتبتدي خالص بقى ايه تتحمر كده. بس لازم نحمرها نديها لون حلو يعني، ما نستعجلش. هي عشان النار هنا هاديه شويه فهي ما لقطتش، لكن احنا اول ما نحطها لو في النار عندنا في البيت عاليه لازم نبقى بنتعامل انه بسرعه. نبقى محضرين يعني، نحط على طول نشيل على طول. نوطي النار احسن عشان تستوي براحتها. دي خلاص دي صح؟ عشان التوست وعلشان البريدنج ده سايل فيستحسن يكونوا على طول. طيب ماشي اوكي. طيب نطلعها بقى عشان الوقت خلاص. اوكي نطلعها يلا. اه تمام. وده الطبق الاولاني طلعناه، عملنا شاورما الفراخ تمام، وعملنا الرول. بشكركم، بشكرك يا شيف محمد، بشكرك يا شيف اسماء. ميرسي، شكرا. وكده حلقتنا خلصت، واستنونا في حلقه جديده. داليا شريف.